شخص وزري من أبو فعور وحرب بالقشطة. مش بتوقع منه إنجاز غير أكل القشطان. اللبنانيون في مرحلة غسيل المعدة. صار عندهم مناعة على كل يسارية على كل شيء. جريمة الحريري هل كانت تستهدف أياد علاوي؟ المحكمة تستطلع. وفي النشرة جديد الأخت كريستينا. الخير. مرحلة سد النفس ودخولنا عصر الهضم لم يترك للسياسة شيئا، وفي كلتا الحالتين فإن السياسيين من وزراء ونواب قد أصابهم مغص ونقص في المناعة. بعضهم شك أمره في لقاء الأربعاء الممدد له في عين التينة وحمل على الإعلام الذي فرض عليهم التمديد، وبعضهم الآخر كرياض رحال قرر أن يأخذ حقه بنفسه وانهال على الصحفيين في عكار وبينهم مراسل الجديد على مرأى شهود من محافظين ورؤساء بلديات، وفقد أعصابه وكاد الصحفيون يدخلونه إلى طوارئ مستشفى رحال التابع لمملكته بعدما ظهرت على محياه تعابير تشبه جملته الشهيرة في حق المجتمع المدني. هي عينة عن نواب يصرفون شتائم غير صحية ويتنشقون روائح تصاريحهم ولا يكنون أي احترام للصحافة والمجتمع المدني ولا حتى ناخبيهم. نواب اشتكوا الإعلام، ووزراء ومحضيون أصابهم إسهال معوي لدى تهاوي مملكة المطاعم في مؤتمر وزير الصحة. وزير الاقتصاد ألان حكيم انتقد التشهير وخلق حالة هلع لدى المواطنين. وزير السياحة ميشيل فرعون وضع قلبه على يده من هجرة السائحين. وزير العدل أشرف ريفي طالب بالتدقيق وأخذ أكثر من عينة، وعينه على الحلو الذي لا يفارق دارته من منتجات عاصمة الحلويات. والرحمن عبد يجمع ويضع ريفي على ذات طعم القشطة مع فيصل عمر كرامي الذي تناول فطوره اليوم من محال طاله سوء الأمن الغذائي، معلنا أنه بصحة جيدة. سلامة الجميع من سادة القوم إلى عامة الناس، لكن وزير الصحة وائل أبو فعور كان ضنينا على أمن مفقود لم يكشف بعد إلا عن جزء من المخالفات في انتظار عينات بيروت، وعندها فإن الدموع السياسية سوف تسيل. وعلى الأمن الدستوري أعلن المجلس المطعون سياسيا أنه على قيد الحياة، وأن المجلس الدستوري سوف ينظر في الطعون المقدمة له ولن يصيبه أي مكروه سياسي بعد تجربة إقصائه الشهيرة في التمديد الأول. لكن المجلس لم يبدل أيا من أعضائه، ما يعني أنه ما زال يتبع الخطى السياسية عينها وتتحكم بأبوابه قوى سوف تشرف على قبول الطعن لتشريع التمديد وخروجه من الدستوري ببطاقة شرف، وعندها سنقول ليت الدستوري ظل معطلا ولم يجتمع. ومع سوء الطالع السياسي فإن رئيس المجلس الممدد لنفسه نبيه بري لا يبرح التقاط إشارات خارجية تستطلع الحل الرئاسي، وهو تحدث اليوم عن اتصالات داخلية في هذا الشأن تترافق وإيجابيات من الخارج. ومسقط رأس التفاؤل لدى بري قد يكون مفاوضات النووي في سلطنة عمان والحلول التي ترتسم حول سوريا وما يستتبع ذلك من انفراجات سعودية إيرانية. وزير الصحة وائل أبو فعور يؤكد أن حملة ملاحقة الفساد الغذائي التي أعلنها مستمرة على الرغم من الضغوط السياسية والنقابية التي يتعرض لها. فعلها وزير الصحة
ودأ بالمحظور، معلنا أسماء المطاعم والمحال المتغلغلة في أطعمتها بكتيريا كانت مضرة بصحتنا إلى أن اعتدنا عليها كمكون أساسي. لكن المؤتمر لم يكن كافيا لعدد من اللبنانيين الذين كثرت أسئلتهم وتساؤلاتهم، كما أن نقابة المطاعم رفضت ما وصفته بالتشهير بها، حتى أن عددا من السياسيين كان له طريقته بانتقاد عمل أبو فعور، واعتبر البعض أنه لم يلجأ للطرق العلمية السليمة في أخذ العينات. لكن أبو فعور الواثق من خطوته يؤكد أن كل الذبذبات لن تؤثر بحملته الواسعة، خاصة بعد حملة الضغط التي تعرض لها منذ إعلان الأسماء. نتائج العينات فحص علمي لا علاقة له بأي أمر آخر، حكما هلا بده يطلع أقاويل كتير أخذوا القشطة لأن ما كانت يعني ما حطوها ببراد. أساسا كثير من المواد اللي طلعت ما إلها علاقة ببراد أو غير براد، يعني البكتيريا اللي طلعت معظمها اللي قلته بالأمس من مياه المجارير، من استعمال المياه الملوثة، المياه الآسنة، فمتى يتحجج بطريقة الفحص؟ هاي السنة ما أعلن عن كتير حالات تسمم غذائي. ما أعلن، بس مبارح بس بالأمس كان في 10 حالات تسمم، ولا يمر يوم دون أن يكون هناك حالات تسمم في لبنان. في هلع صار أكثر من اللازم، يعني مش كلنا عم نتسمم. أنا أساساً مش داعي للهلع. أنا قلت في أصناف محددة بفروع محددة لمؤسسات محددة، يعني في محلات فيها أصناف أخرى ما فيها أي عيب. العينات كانت يعني من كذا محل مثلاً. من كذا محل، ما فينا نكشف كل المطاعم اللبنانية وكل السوبر ماركات اللبنانية في يوم واحد. بس ما نظلم هاي لبعض المحال والسوبر ماركت. بشو؟ إنه اليوم أنت مثلاً كشفت على. بكرة راح يكشف غيره راح يعلن، وبعد بكرة راح يكشف غيره راح يعلن. وفي بيروت ينتظر رواد المطاعم الخبر اليقين نهار الخميس، ويؤكد أبو فعور أن أسماء مطاعم من الفئة الأولى سيطالها تقرير النظافة. مؤشرات الأولى للنظافة في كثير من المطاعم مقلقة. مطاعم من المطاعم المعروفة ببيروت؟ بعض المطاعم بدون ما سمي. كمان اليوم من ضمن الحكي بيقولوا الضاحية الجنوبية ما حيقدر يفوت للوزير، وهي فيها كتير كتير من الفساد الغذائي. طلعوا بالأسماء اللي أعلنت بتشوفوا إنه بشي بالضاحية، وبعد حنلاقي بعد أشياء بالضاحية، حنروح على الضاحية وكل أهل الضاحية مأيدين هالأمر لأن نحن عم نحفظ صحة المواطن اللبناني، هذا أمر منه سياسي. وعن القشطة التي أكل منها اليوم معظم السياسيين على حساب الوزير السابق فيصل كرامي، تعليق مش بتوقع منه إنجاز غير أكل القشطة. أبو فعور يؤكد إذن أنه مصر على استكمال حملته لتطال كافة الأراضي اللبنانية، فهل يفعلها الوزير ويصبح بطل محاربة الفساد الغذائي، أم أننا سنظل معتدين على أكل الهواء؟ بعد فضيحة الفساد الغذائي، هل سيضطر اللبنانيون إلى اللجوء لغسيل معدة، أم إنهم أصبحت لديهم مناعة على مر سنين من السموم؟ تحقيق نوال بري. نما الشعب اللبناني ليلة الثلاثاء مذهولاً بالقدرة الخارقة لأمعائه على احتواء كميات السموم والأوساخ التي يحتضنها غذاؤه، واستفاق على عناوين صحف تنذر بمجاعة في لبنان. ولكن وفي ظل هذا الكم الهائل من الفساد في الطعام، لماذا لم يتسمم رواد الأماكن التي سماها وزير الصحة وائل أبو فعور؟ وما هي أنواع البكتيريا التي وجدت في العينات؟ وما هو الضرر الذي تلحقه في الإنسان؟ نسأل الدكتور محمد جواد خليفي في الشق الطبي. صار عندي مناعة على كل جسدية على كل شيء، بس تعرضي لأمر ولفترة طويلة بتكسبي إميونيتي، بصير عندك مناعة. الأمر اللي حتى يصير يسمم أي شغلة بتاكليها، في اسمه شيء اسمه CMS، في مينيمم كونسنتريشن لازم تكون موجودة فيها. بس إنه واحد ياخذ يعمل فحص من شغلي تطلع بوزيتيف ونيجاتيف غير كافي تقولي عنا هيدي بتسمم ولا ما بتسمم. لا، السالمونيلا بالدجاج ما معناه كل الدجاج فيه سالمونيلا. الدجاج بياكل الأكل وبيعمل براز دجاج، بتجي الدجاج بتاكل من وراها، بتعملي بيطلع فيه كونسنتريشن. لهالسبب الدجاج ما بياكلوا ناي، ما بيعملوا سوشي. الدجاج بده ينطبخ بدرجه معينه لحتى ما بصير. انزلي على المسلخ بتاكلي لحمي؟ اذا بتشوف المسلخ كيف بيدفخوا اللحم وشي، هلا بوقت بلديه بيروت فيه مع 600 مليون دولار. بالشق السياسي انا مع الوزير شو بيساوي؟ وعن قشطه الحلاب في طرابلس ومدى خطوره فسادها كذا اطعمه حساسه. مزبوط، لو القشطه مسممه كليتها أقلها نص أهل طرابلس لازم يكونوا بالمستشفى هلأ. وهنا يقترح خليفي طرحاً قديماً من أجل سلامة غذائية مستدامة. الحل هو أنه تلجأ إلى الشغل اللي سويناه بالزمانات وتنفذي FDA، مؤسسة الدواء والغذاء، اللي هي بتعمل تقاريرها لوزير الصحة ولوزير الاقتصاد، واللي بيعملوها بيكونوا فقط علميين، مش تحليل سياسي أو موظف بالوزارة سوى شغل ما بده إلا تطبيق. هلأ أنا بقول لك على شو مختلفين كانوا، إنه هالمديرية لأي طائفة بتكون. فضيحة الثلاثاء ليست بالخبر جديد على بطون اللبنانيين الذين باتوا يمتلكون مناعة نفسية تجعلهم قادرين على هضم ما هو أخطر وأكبر من مجرد فساد غذائي. نوال بري،
قناة الجديد. أبو فعور يرى أن السياحة لا تمر عبر صحة الناس، وكلامه يستدعي ردا من الوزير أشرف ريفي، فردا مضادا من أبو فعور. مستعينا بقدرته الخطابية وبكلام الروائي الفلسطيني غسان كنفاني، رد وزير الصحة وائل أبو فعور على منتقديه من الوزراء فيما خص حملته ضد المطاعم المخالفة لمعايير الصحة العامة، وذلك على هامش مؤتمر دور القضاء في مكافحة التدخين. زملاء وزراء وغير زملاء وزراء، اللي بده يكون من حيز لأصحاب المصالح هذا شأنه. نحن منحازين لصحة المواطن ومنحازين للقانون. نحن لا نقبل الخسار، نحن نحمي صحة المواطن اللبناني. إذا كان حسب أحد الوزراء الزملاء أن السياحة والاقتصاد ما بتمر غير على صحة المواطن اللبناني وعلى جثة المواطن اللبناني، فمش هذه السياحة ومش هذه الاقتصاد. كلام أبو فعور استفز وزير العدل أشرف ريفي لاعتلاء المنبر مجددا، والطلب من وزير الصحة أخذ أكثر من عينة قبل إطلاق الأحكام على المطاعم، فرد أبو فعور مجددا: عم نأخذ أكثر من عينة، هذا أول. ثانيا، نحن عندنا مختبر للدولة اللبنانية، ما عم نبعث على مختبرات خاصة على الإطلاق. في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية اللي عندها مختبر متطور عم تفحص هذه المواد. أما مسألة الإعلام مع الوزير، لا، أنا بعتبر أنه حق المواطن يعرف بأنه طلع عندي عينات غير مطابقة للمواصفات، لأنه هذا من باب الشفافية وهذا من باب حق المواطن بالمعلومات والمعلومات البديلة. إذا بناخذ دائما عينتين وبنبعثهم على مختبرين، دائما نكون موضوعيين بالفحص مبدئيا. بعرف اغلب اللي اعلنتهم، اغلب اللي اعلنت عنهم تماما الحقيقه، اذا بدك الفساد واضح تماما. في ناس فعلا الحقيقه اذا احتجوا بمحل معين، نحن دائما بناخذ بعينتين قضاة، احنا الكبار موجودين تماما. وبعد هذا الحوار تصاعد الدخان الابيض بين ريفي وابو فعور ليستمر النقاش في كيفيه مكافحه التدخين. وزير السياحة ميشيل فرعون رأى أن تقرير وزير الصحة بحاجة إلى دراسة قبل الجزم بنتائجه من أجل عدم الدخول في التشهير بالمؤسسات، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون هناك دراسة دقيقة لهذا الموضوع. ما بدنا نخفف، بالعكس نزيد الرقابة، بس بنفس الوقت يعني خلينا نكون لنقول موضوعيين بكل اللي عم نقوله. لا، مش صحيح إنه القطاع السياحي أو المطاعم هو عم ملوث أو فاسد أو عم بيقدم 500,000 وجبة بالنهار مع أقل نسبة من التسمم الموجودة. ما رح أقول عن بلدان أخرى، اليوم عم نجيب كل الأرقام والنسب، بفتكر هو أنظف قطاع موجود. المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان يؤكد أن المجلس ينظر في الطعون المقدمة بقانون التمديد للمجلس النيابي وفق الأصول ولن يتعطل نصابه. أكد رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان في كلمة لمناسبة الذكرى 20 لتأسيس المجلس أن التجاذبات والانقسامات السياسية قيدت صلاحيات المجلس وأدائه في السنوات الماضية، واعتبر أن الكلام عن أن المجلس الدستوري معطل هو تضليل للرأي العام وإساءة لنا، مؤكدا أن المجلس سينظر بطعون التمديد للمجلس النيابي وفق الأصول. إني أؤكد أن النصاب لن يتعطل مرة ثانية في المجلس الدستوري، وعن تقديم الطعن بدستورية تمديد ولاية مجلس النواب، سيتعامل المجلس الدستوري مع هذا الطعن وفق الأصول التي نص عليها قانون إنشاء المجلس الدستوري ونظامه الداخلي. لقد تعرضنا لنكسة أثناء النظر في دستورية قانون تمديد ولاية مجلس النواب في العام 2013، غير أننا تجاوزناها حرصا منا على المجلس الدستوري وعلى دوره، وتعهد الجميع بعدم تعطيل النصاب مرة أخرى وتحمل المسؤوليات كاملة. يذكر أن الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات قدمت طعنا بقانون التمديد وطلبت من المواطنين وهيئات المجتمع المدني التوقيع على قرار الطعن عبر موقعها الإلكتروني. رئيس المجلس النيابي الممدد لنفسه نبيه بري يكشف لنواب لقاء الأربعاء عن اتصالات داخلية لانتخاب رئيس للجمهورية وعن وجود أجواء خارجية تبعث على التفاؤل.
ما نقل في اليومين الماضيين عن رئيس المجلس النيابي الممدد لنفسه نبيه بري عن وجود أجواء إيجابية متعلقة بالاستحقاق الرئاسي قاله صراحة في لقاء الأربعاء النيابي. فتحدث بري عن إشارات إيجابية وقال إن هناك أمورا عديدة لا أود أن أفصح عنها في الوقت الراهن، وأستطيع القول إن هناك اتصالات داخلية ومؤشرات خارجية تبعث على التفاؤل. أما عن مسألة التمديد فقد نقل النواب عنه أن جهود المنصبة في الوقت الراهن على تنفيذ مجرى التزامه خلال جلسة التمديد، أي السعي لانتخاب رئيس للجمهورية والعمل لإقرار قانون جديد للانتخابات، وأن التمديد للمجلس جاء نتيجة ظروف بات يعرفها الجميع على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. وأثار النواب الممددين لأنفسهم الحملات التي تعرضون لها بعد التمديد، ونقلوا عن بري قوله: كنا وما زلنا مع حرية الإعلام ودوره الوطني، لكن يجب أن تقف هذه الحرية عند حدود كرامة الآخرين. نحن مع البدء بالانتخابات بالرئاسة الجمهورية أولا، بس ولكن بدك أول شغلي قلتها أنا، أول شيء قلت علينا أن نتلاقى. مؤشرات إيجابية داخليا وخارجيا. يحكي عن استياء من قبل الرئيس بري من تصريحات البترك الأخيرة. لا، ما يعني كان قال دوت الرئيس مع أنه هو يحترم ويقدر الموقع، وكلامه كان اليوم واضح بالإعلام هذا الموضوع. أمور منيحة على التمديد، عندنا وجهات نظر مختلفة طبعا معروفة يعني صارت، وبالمبدأ هذا المجلس نحن نعتبره لحديت هلا شرعي بأنه ما خلص بعد تمديده. دبلوماسيا التقى بري وزير الخارجية التشيكي، وجرى عرض للتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين، كما استقبل السفير المصري الجديد محمد بدر الدين زايد في زيارة بروتوكولية جرى خلالها عرض للأوضاع في المنطقة. وزير الخارجية جبران باسيل يدعو إلى القيام باستفتاء للمسيحيين حتى يختاروا رئيسا للبنان، ويقول إن بكركي تستطيع القيام بهذا الاستفتاء غير الرسمي إذا رفضته وزارة الداخلية. أطلق وزير الخارجية جبران باسيل أسهمه المضيئة باتجاه الأحزاب المسيحية وبكركي، مستندا إلى تجربة كاتالونيا واستفتائها غير الرسمي للانفصال عن إسبانيا، وطلب عدم التخويف بالفراغ الرئاسي لأن هذا الفراغ كان موجودا مع رئيس لا يمثل المسيحيين. رئيس مسيحي صورة بالشرق ما بدنا، مسيحيين مش صورة لا بلبنان ولا بالشرق. ندعيهم نعمل استفتاء عند المسيحيين للمسيحيين ينقوا مين بدهم رئيس جمهورية لألهم ولا لبنان، يتجرأوا يقبلوا بهذا الاقتراح. خلينا نواجه الحقيقة، هاي الدعوة لكل الأحزاب المسيحية لكل أخوتنا المسيحيين ولا بكركي. وحفل إضاءة كلمة بترون مقابل مدخل المدينة الشرقي كان مناسب أيضا لتمرير رسائل باتجاه سائر الأفرقاء السياسيين. استكملت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلستها في قضية عياش وآخرين عبر استكمال الاستماع لشهادة محمد منيمني مدير المراسم في قصر قريتم ومدير المكتب الإعلامي حينها معروف الدعوق. إياد علاوي نجم جلسة الاستماع الثانية لمدير المراسم في قصر كرايتم الشاهد محمد منيمني، فقد تمحورت أسئلة فريق الدفاع حول مواعيد الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورئيس الوزراء العراقي في ذلك الوقت إياد علاوي. أنت كنت قد قلت للمحققين في مكتب الادعاء في 31 من يوليو 2010 أن الزائر الذي زار كرايتم في 11 فبراير 2005 والذي اسم عائلته أو شهرته علاوي لم يكن السيد إياد علاوي رئيس الوزراء العراقي السابق ولكن أخوه صباح علاوي. هناك نوع من التناقض، من كان الزائر؟ على ما أذكر الشخصان زاروا الرئيس حريري كل في موعد مختلف. أنا أذكر موعد صباح علاوي شقيق رئيس، وأذكر أن إياد علاوي قد زار ولكن لا أذكر ما التاريخ الدقيق لهذا الموضوع. لقد قلت سابقا بما يتعلق بسجل المواعيد، هل في سجل الدخول أيضا يوضع في بعض الأحيان أسماء مستعارة؟ لا أستطيع أن أؤكد ولكن لا أعتقد. في 11 شباط عند في سجل الدخول هل وضع اسم علاوي أو وضع اسم مستعار؟
لا أستطيع أن أؤكد هذا، ليس ضمن نطاق، لست أنا الشخص الذي أحضر هذا السجل، ولكن على الأرجح إذا كان أتى ووضع عماد بابان مع شخص يكونوا ترافقوا في هذه الزيارة. بعد مراجعة سجل الدخول على ما أذكر، لست أكيد، إذا ذكر اسم صباح اللاوي سوف يكون الضيف صباح اللاوي. في الفترة التي تم التحقيق في هذا الموضوع معي، عندما أرى اسم مصطفى ناصر، اسم عماد بابان، يروح تفكيري الأستاذ صباح اللاوي أو السيد إياد علاوي. السيد القماز، حسنا، إذا كنت موجودا وقلت أنه يمكن إذن أن يكون هو السيد صباح علاوي عوضا عن السيد إياد علاوي. صحيح. كنت على علم بموعد كان متوقعا بين السيد إياد علاوي هذه المرة، إذن رئيس الوزراء السابق، والسيد الحريري في 14 من شباط فبراير 2005، أي يوم الاغتيال. هل كان ذلك متوقعا؟ لا، ليس على حد علمي. وللتذكير فإن تجديد فريق الدفاع على علاوي يأتي بعد معلومات كانت قد أشارت إلى أن الانتحاري المفترض أحمد أبو عدس كان مكلفا باغتيال إياد علاوي، معلومات عاد وتحدث عنها علاوي في مقابلة مع البي بي سي العربية، كاشفا إلى أنه فعلا كان ينوي لقاء الحريري في 14 من شباط عام 2004، أي يوم الاغتيال. فيما يتعلق بالشهيد رفيق الحريري، كان يفترض أن نلتقي أنا وياه يوم اللي يستشهد، أما في لبنان أو في الأردن، بالضبط يوم اللي يستشهد. وصار اتصال تليفوني بيني وبينه وتم أخبار، وقلت له اختار الوقت وأنا اللي ناسبك، وإذا تريد في لبنان أنا أجي للبنان، وتريد بالأردن أنا أشوفك بالأردن. فأنا ما أعرف اللي صار. اللي صار أنه أنا سمعت أيضا أخبار وليس شيء رسمي، وسئلت من قبل محكمة الجنايات بالمناسبة، سألوا جماعتي يعني معايا يعني مع المساعد مالتي، سألوا، سمعت أنا من مصادر كثيرة ومنها الهيئة التحقيقية الخاصة، بعد أن سألوا بعض المجمع أنه في كان انتحاري من العراق ينفذ عملية، وقيل له أن سيكون مع رفيق الحريري في السيارة إياد علاوي، وبالنتيجة سيقتل الاثنين. زيارة الوزير السابق محسن دلول إلى كريتم عشية 14 من شباط أمر توقف عنده فريق الادعاء، الذي اعتبر أن إفادة الشاهد في هذا الموضوع ستظهر أهميتها لاحقا. لماذا تريد أعطاء هذه الإفادة رقم بينة؟ السيد كوركماز، هذه الإفادة هي جزء من استراتيجية الدفاع وأريد أعطائها رقم بينة، لأنها ترتبط بإفادات أخرى أدلى بها شهود آخرون، وهناك تناقض بين إفادة هذا الشاهد والشهود الآخرين، وسأؤكد ذلك عندما يحين الوقت. هذا وركز الدفاع لليوم الثاني استجوابه حول تفاصيل غياب الشهيد وسام الحسن عن موكب الحريري في يوم الجريمة، كما استمعت المحكمة إلى إفادة المسؤول في المكتب الإعلامي في كريتم حينها معروف الدعوك. أهلا بكم من جديد، أنا صهيوني وسأزور المغرب. تصريحان على زمن واحد أدلى بهما نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي قال أمام مؤتمر يهودي إن بلاده تقدم لإسرائيل 8,500,000 دولار يوميا لمساعدتها في شؤون الأمنية والمحافظة على تفوقها العسكري. وأضاف بايدن: إذا كنت يهوديا فسأكون صهيونيا، فإسرائيل ضرورية لأمن اليهود حول العالم، ولن نسمح لإيران بأن تحصل على سلاح نووي. وبهذه التصريحات سوف يتوجه بايدن إلى المغرب. Early on when I was a kid, I'd say, when I was a young senator, I'd say, if I were Jew, I'd be a Zionist. I am a Zionist. You don't have to be a Jew to be a Zionist. الناشط المعارض لؤي حسين يعتقل من النظام السوري على الحدود اللبنانية السورية. اعتقل النظام السوري رئيس تيار بناء الدولة المعارض لؤي حسين على الحدود السورية اللبنانية، وذلك أثناء توجهه إلى لبنان، ويعتبر تيار بناء الدولة من تيارات المعارضة الداخلية المقبولة من النظام.
وذكرت المصادر أن حسين كان متجها إلى لبنان في طريقه للمشاركة في مؤتمر حول الدروز في إسبانيا، حيث دعيت شخصيات سورية غير درزية إلى المؤتمر، وكذلك كان حسين سيلتقي بعائلته في إسبانيا. وكان حسين دعا منذ أيام إلى تنحي الرئيس السوري بشار الأسد صراحة، قائلا النظام ينهار ويتهالك فهو عاجز عن حماية السيادة الوطنية، داعيا المؤيدين والموالين إلى إنقاذ سوريا. وأكد نائب رئيس تيار بناء الدولة السورية أنس جودة أنه تم تحويل حسين إلى قاضي التحقيق الأول تحت مجموعة من التهم، ومنها إضعاف الشعور القومي ووهن نفسية الأمة. حسين كان قد اعتقل بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في سوريا عام 2011 إثر إصداره بيان تضامن مع أهالي درعا. فهي لحد الأمس ولحد اليوم بمعلوماتي الشخصية تعتقل ناشطين سلميين مدنيين من بيوتهم وتطلق نار على ناشطين أيضا. يأتي اعتقال حسين بعد أيام من اعتقال الناشطة الأخرى مريا بهجة شعب ومرافقين لها، وهي من الناشطات المعارضات اللواتي اعتقلنا أكثر من مرة، واشتهرت بأنها ولدت في السجن بسبب اعتقال أهلها لأسباب سياسية. ليزيد من التساؤلات حول أسباب اعتقال النظام للناشطين في حين أن حملات العفو العام عن محكومين تتوالى. السعودية تمدد فترة اعتقال الناشطة الحقوقية السعودية سعاد الشماري. قررت هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة تمديد فترة توقيف الناشطة الحقوقية السعودية سعاد الشمري، وأرجعت أسباب التمديد إلى استمرار التحقيق مع الشمري من المدعي العام، وهي التي تواجه عددا من الاتهامات أبرزها الإساءة إلى الإسلام وتطاول على الدين وتهما أخرى على خلفية التغريدات كانت قد كتبتها منذ أكثر من سنة ولم تعجب عددا من رجال الدين في المملكة. الشمري خريجة كلية حائل قسم علوم القرآن ومصطلح الحديث وحاصلة على شهادة في إدارة الأعمال، وهي أم لستة أطفال، كانت تعمل ناظرة لمدرسة في جدة وقد أكرهت على التقاعد من منصبها في العام 2011، ومنذ ذلك الحين حرمت من معاشات التقاعد ومكافآته ومنعت من السفر، وكانت قد شاركت في حملة لرفع الحظر المفروض على النساء لقيادة السيارات في السعودية، وهي أيضا رئيسة شبكة الليبراليين في المملكة، وهي شبكة من النشطاء الذين يدعون سلميا للصلح الاجتماعي والسياسي. فحينما تساءلت منهم رجال الدين، أعطونا مثال لرجال الدين، كان من ضمن الإجابات إنه رجال الدين هم اللي يعني الدعاة أو المشايخ، وقلت لماذا إذا انتقدنا أصحاب اللحى، قلتم أب الله وآياته ورسوله تستهزئون، اللحية موجودة عند حاخامات اليهود وقصصي النصارى، بل وأن مجوس الهند يفرقون عن المسلمين باللحية في السعودية وفي المجتمع، أنه أي شخص يضع لحية ولا يرتدي عقال ويقصر الثوب يحصل على حصانة. وعلى الرغم من مطالبات منظمة العفو الدولية بالإفراج عنهم منذ سنة ولغاية اليوم، لا تزال الناشطة الحقوقية في السجن بعد أن زعمت السلطات السعودية أنها تحرض النساء السعوديات على التمرد ضد النظام القوامة. نحييكم من جديد وننتقل الآن إلى النشرة الفنية التي أعدها الزميل شادي خليفة. مساء الخير سمر. من بعد ما أثارت الراهبة الإيطالية كريستينا ضجة بمشاركتها وفوزها ببرنامج The Voice، كتار تسألوا شو صار معها من بعد ما قررت احتراف الغناء، خصوصا أنه الكنيسة ما عارضت هالخطوة. وجديد الأخت كريستينا فيديو كليب راح نشوفه وألبوم قريب. بعدما أثارت الراهبة الإيطالية كريستينا سكوتشا ضجة بدخولها عالم الغناء من خلال برنامج The Voice بنسخته الإيطالية والذي فازت فيه بالمرتبة الأولى، ها هي الراهبة المثيرة للجدل تستعد لإصدار أول ألبوم غنائي لها بعد أن استقطبت ملايين المعجبين من حول العالم. وأكدت الأخت كريستينا البالغة من العمر 26 عاماً أن حياتها لم تتغير على الرغم من النجاح الكبير الذي حققته، والفيديو كليب الجديد الذي أصدرته لأغنية Like a Virgin حقق 3 ملايين مشاهدة ونصف عبر موقع يوتيوب خلال 10 أيام من إبصاره النور. Yeah,
ويحمل الألبوم المنتظر عنوان سيستر كريستينا، وهو يتضمن أغنيات عالمية منها Like a Virgin لمادونا. وبدأت كريستينا رحلتها الغنائية في برنامج The Voice بنسخته الإيطالية مع أغنية نوان لأليشيا كيز التي تمت مشاهدتها على موقع يوتيوب أكثر من 70 مليون مرة. وتؤكد الراهبة أن الكنيسة لم تعترض على غنائها طالما أنها لا تسيء لصورتها وثوبها ورسالتها الإنسانية والدينية، وأن أفراح الناس رسالة بحد ذاتها. منتابع نشرتنا مع البانوراما الفنية وفيها تقارير صحفية تجمع على طلاق جورج والصوف من زوجته الثانية بعد القضية اللي فجرها وزير الصحة راغب علامة تساءل بظل النظام الفاسد المبني على الطائفية انه يغطي بعض السياسيين ازلامهم الفاسدين. باراك اوباما يمنح ميريل ستريب اعلى وسام مدني امريكي. هالاخبار وغيرها منتابع تفاصيلها سوا. أكدت مصادر صحفية أن جورج والصوف الذي تزوج للمرة الثانية مؤخرا من ندى زيدان بعد تعارفهما في قطر يستعد للانفصال عنها إثر عدم الانسجام بينهما، خصوصا بعد أن انتقلت للعيش معه في بلدته في كفرون حيث بدأت تتدخل بكل شاردة وواردة في حياته، الأمر الذي أزعجه. وبحسب المصادر اتخذ الوصوف قراره قبل سفره إلى ستوكهولم لاستكمال علاجه الفيزيائي حيث يرافقه ابنه. والمواقع الإلكترونية الصحفية تداولت خبر الانفصال فيما الوصوف كعادته يلتزم الصمت. يلا انا اسمي حبيبك، يلا مليون ده نصيبك، يلا اذا انا عمري ما سيبك لا لا ولا ثانيه. بعد الحمله التي قام بها وزير الصحه وائل ابو فاعور في ملف التغذيه وصحه المواطن البارحه، دعا راغب علامه خطوه الوزير وحياه عبر تويتر على الحمله الجريئه التي قام بها على المؤسسات والمطاعم التي تنشر السموم والامراض في صحتنا. وقال راغب: السؤال هل ستسمح الزعامات الطائفية بلملمة الموضوع والتغطية على المرتكبين بعد أن فضحهم الوزير أبو فاعور بالاسم والعنوان والجرم المشهود؟ ممكن بظل نظام فاسد مبني على الطائفية أتوقع أن يغطي بعض السياسيين أزلامهم من المرتكبين ضاربين بعرض الحائط الأمراض التي تصيب المواطن نتيجة سمومهم. أقامت المكتبة الوطنية في بعقلين لقاءً ثقافياً تحت عنوان سوريالية غندي بوذياب بين المنحوتة والقصيدة بحضور شخصيات سياسية وإعلامية وأدباء وشعراء وفنانين. وأجمع الحاضرون على أن أهمية اختيار الفنان غندي بوذياب المدرسة السوريالية في قصائده ومنحوتاته ليست إلا محاولة منه لإعادة إيقاظها من جديد، كأنه يضع حجر أساس لمدرسة مختلفة، خصوصاً أنها مدرسة فيها الكثير من مفهوم التصدي والمقاومة والثورة وكسر الحواجز. قرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما منح الممثلة الأمريكية ميريل ستريب وسام الحرية الرئاسي، وهو أعلى وسام مدني أمريكي يمنح إلى من كرسوا حياتهم لإثراء الحياة الأمريكية. وأتى اسم الممثلة القديرة ميريل ستريب من بين 19 شخصية فنية واقتصادية وعلمية وأدبية سيكرمهم الرئيس باراك أوباما في احتفال سيقام في البيت الأبيض في 24 تشرين الثاني الحالي. هيدي كانت مواضيعنا وأخبارنا بنشرتنا لليلة. أنا برجع بلتقي فيكن مساء الجمعة بنشرة فنية جديدة مع مواضيع جديدة وأخبار جديدة. من هلأ لوقتها ضلوا بألف خير. كان في النشرة مغص وزاري من أبو فاعور وحرب بالقشطة. مش بتوقع منه إنجاز غير أكل القشطان. اللبنانيون في مرحلة غسيل المعدة. صار عندهم مناعة على الكل جسدية على كل شيء. جريمة الحريري هل كانت تستهدف اياد علاوي؟ المحكمة تستطلع. وكان في النشاط ايضا جديد الاخت كريستينا.
هذا منشا، شكرا للمتابعة وتصبحون على خير.